منذ بداية العام الجاري قامت الحكومة اليونانية الجديدة بتشديد قوانين اللجوء في البلاد، وتنص القوانين الجديدة على التشديد في الالتزام بالمهل النهائية، سواء كان الأمر يتعلق بمدة البت بطلبات اللجوء أو بمواعيد الترحيل حسب ما كشف موقع شبيغل أونلاين الألماني. ووفقا للتعديلات الجديدة، سيتم احتجاز اللاجئين في مراكز محددة دون أن يتم السماح لهم بالخروج منها طوال فترة دراسة طلباتهم. وحتى الآن يسمح لطالبي اللجوء الموجودين على الجزر اليونانية بالتنقل بحرية في الجزيرة التي يعيشون فيها، لكن يبدو أن هذا سيتغير مع انتهاء بناء مراكز الاحتجاز التي تقيمها الحكومة اليونانية في الجزر. تعتزم اليونان إنشاء حائط عائم في البحر لمنع المهاجرين من الوصول إلى سواحلها من تركيا، وأعلنت وزارة الدفاع اليونانية الخبر على أحد المواقع الحكومية، ودعت المقاولين إلى البدء بتقديم عروض تنفيذ المشروع المتوقع أن تبلغ تكلفته 500,000 يورو خلال الأشهر الثلاثة القادمة. وسيتم إنشاء الحائط البالغ طوله 2.7 كيلومتر بارتفاع نحو 50 سنتيمتر فوق سطح الماء، وسيكون مجهزا بوحدات إضاءة. لمناقشة الموضوع من ضمننا الدكتور عبد اللطيف، وهو أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات في جامعة كارديف البريطانية. مرحبا فيك دكتور. دكتور، يعني إلى أين تتجه اليونان باتخاذها إجراءات جديدة دائما بحق اللاجئين؟ اليونان ليس لها خيار سوى أن تفعل ذلك. يعني العديد من الجزر اليونانية، خاصة الجزيرة التي حدثت فيها التظاهرات أو الاحتجاجات من قبل اللاجئين، يفوق عدد اللاجئين عدد سكان الجزيرة. يعني يوجد في الجزيرة حوالي 6 إلى 7 آلاف نسمة من السكان اليونان، وعدد اللاجئين يتجاوز 10,000. فهي بالنسبة لليونان تعتبر خلل في التركيبة السكانية في المناطق المحاذية خاصة لتركيا، وهي مسألة استراتيجية وعسكرية تنظر إليها اليونان كخطر في عملية التغيير الديموغرافي حتى في بنية اليونان على المدى البعيد سكانيا، في حالة حتى الإبقاء على هؤلاء اللاجئين في اليونان، تركيبة سكانية ثقافيا عرقيا دينيا إلى ما شابه ذلك. طيب دكتور، برأيك يعني هاي الإجراءات هل راح تساهم مستقبلا بتخفيف ولو بشكل أو بآخر من موجات اللاجئين اللي عم تزداد حاليا بهاي الفترة؟ يعني الحقيقة أنه حسب القانون الدولي لا تستطيع اليونان يعني وقف اللاجئين ما دام اللاجئين يأتون من مناطق تعتبر مناطق صراع، نعم، أو تهدد حياتهم في هذه حسب القانون الدولي. ولكن لا يمكن التخفيف أو الحد أو وقف هذه الموجات إلا في حالة توقف الأزمة السورية أو الحرب التي تحدث في سوريا، أو على الأقل باتفاق وتنسيق مع تركيا. يعني هناك في الأخبار اليونانية يعتبرون أن تحسن المناخ نتيجة اقترابنا من الصيف أو يعني توقف الرياح في المرحلة القادمة، فيعتبر هو تهديد، وتتوقع اليونان وجود أو قدوم موجات كبيرة من اللاجئين خاصة في حالة اشتداد المعارك أو تحسن الجو. نعم، وسبق وصرحت يمكن اليونان يعني بتنبؤات وتنبأت بموجات تقدر بالآلاف خلال هاي السنة، لكن بالمقابل يعني عم تصير في عمليات ترحيل لبعض اللاجئين. برأيك هل كمان يعني عمليات الترحيل هاي أو الإجراءات الصارمة من الممكن تنظم ولو بشكل خفيف هاي الأزمة الموجودة باليونان؟ الإجراءات اليونانية ستتم على أساس أنه يجب إعادة المهاجرين ليس اللاجئين، ليس السوريين. ولكن حتى عملية إعادة المهاجرين هي عملية لوجستية معقدة جدا ومكلفة جدا. يعني أكبر طائرة كم شخص يمكن أن تأخذ؟ يمكن أن تأخذ 400 شخص، 500 شخص، خاصة الأشخاص القادمين من بنغلاديش،
يعني استغلوا الموجات السورية أو من أفغانستان أو من الصومال أو من دول أخرى، فبالتالي عملية إعادتهم مكلفة جدا، وعلى حساب من ستعود هذه؟ إلا إذا تم اتفاق تركي بإعادتهم إلى تركيا بحيث كونهم أتوا من تركيا، وأنا لا أرى هناك يعني على الأقل في المدى القصير تنسيق يوناني تركي في هذا الموضوع، فهي مسألة معقدة ولن تكون ناجحة، إنما هي أكثر منها دعائية. طيب دكتور، لكن بالمقابل أيضا يعني اليونان تنوي حاليا إنشاء جسر مائي عائم ورح يكلفها مئات آلاف اليوروهات، يعني كمان هذا الأمر ما بتشوفه رح يشكل ممكن ولو يعني من بعيد هاجس خوف عند اللاجئين وممكن ما يوصلوا لليونان أو حتى يعني ممكن ما تنجح الرحلة تبعيتهم بسبب هذا طبعا الجسر؟ هي الإجراءات سواء الأمنية أو وجود بوارج أو جسر مائي، هناك أيضا البر اليوناني، يعني ممكن أن يأتوا من منطقة شمال اليونان من خلال الحدود التركية اليونانية من البر، لكن المسألة لا يمكن أن تحل إلا بحل الأزمة السورية، وهناك هنا عملية فن إدارة الأزمة، يعني الأزمة تحل من خلال تعميمها، يعني وجود اللاجئين والتهديد الأمني والتركيبة الديموغرافية سيضغط على الدول الأوروبية لوقف هذه المشكلة أو الأزمة، كون الأزمة تصدر إلى هذه الدول من خلال تعميم الأزمة، الأزمة تعمم، إذا عممت تصبح مع احترام للاجئين تصبح كالوباء تشارك فيه كل الدول، يعني حين تخرج الفيروس من الصين فستلجأ كل الدول لمساعدة الصين حتى لا يعني لا تصيبها الأزمة، فبالتالي سيكون هناك يجب أن يكون هناك تنسيق دولي عالم على وقف الأزمة السورية. الجسور المائية قد تعيق، ولكن وصول 100,000 لاجئ إلى اليونان مرة واحدة أو خلال فترة قصيرة فتصبح اليونان دولة فاشلة غير قادرة على السيطرة الاقتصادية والأمنية على الوضع الداخلي أو وضع الجزر على الأقل، كما حدث الآن في الاحتجاجات التي قام بها اللاجئين في بعض الجزر اليونانية التي تأويهم. طيب دكتور عبد اللطيف، بما أنك أنت يعني مختص بالاقتصاد وإدارة الأزمات، هاي الموجات الكبيرة والأزمة الحالية عم تواجهها اليونان يعني عم تأثر بشكل كبير على اقتصادها، وهي من عادة شيء اقتصادها يعني سيء وبحاجة لمساعدات دائما، كيف ممكن تتنبأ أو ممكن تشوف سياسة اللجوء في اليونان مستقبلا؟ سيكون هناك عملية تسريع في دراسة ملفات اللاجئين وإعطاء اللجوء السياسي حسب اليونان لمن يستحق اللجوء كاللاجئين السوريين او اللاجئين الفلسطينيين، كونهم تواجه مع يعني مساله اساسيه، هناك اضطرابات سياسيه، هناك حرب اهليه، هناك حرب في غزه من فتره الى فتره، هناك ضغوط، فتعتبر مناطق صراع، ممكن استيعاب هذه اللاجئين او التسريع في دراسه ملفاتهم، ولكن اذا لم تنسق الدول الاوروبيه على سبيل المثال كما تقوم المانيا بعمليه لم الشمل لبعض اللاجئين السوريين، كون هناك توجد افراد من عائلتهم موجوده في السويد او موجوده في المانيا، الا يعني عمليه تخفيف، ولكن الدول خاصه دول اوروبا الشرقيه ترفض رفضا باتا التنسيق مع اليونان وفتح حدودها لاستيعاب بعض اللاجئين، وبالتالي اليونان ان لم يعني تحصل على مساعدات ماليه ولوجستيكيه ودعم اوروبي لن تكون قادره على وقف هذه المشكله، والطريقه الوحيده لوقف هذه المشكله وقف الازمه السوريه والتنسيق مع تركيا في سياسيا، وتركيا ايضا تستفيد من هذه الازمه الضغط السياسي والاقتصادي على اليونان. دكتور طيب، يعني من ضمن القوانين الجديده اللي ما بعرف اذا طبقت او سيتم تطبيقها باليونان، اجبار اللاجئين على المكوث بالمقرات اللي تم تخصيصها لهؤلاء اللاجئين مستقبلا، كمان كيف بتشوف يعني اوضاع اللاجئين باليونان؟ هل راح يتم التضييق عليهم اكثر؟ هل راح ممكن يصير في تنظيم لعمليه مكوث هذول اللاجئين بمقرات؟ ممكن يصير في بناء مراكز افضل واوسع؟ هي ما يحدث في اليونان انها يعني التصور يعني مراكز تجمع اللاجئين ستصبح اشبه بمراكز احتجاز لعمليه تصفيه ملفاتهم او دراسه ملفاتهم، من يستحق ومن ينطبق عليه قانون اللجوء السياسي، من هو اللاجئ ومن هو المهاجر، المهاجر يجب ان يعود الى وطنه، الكثير يعني من الشعوب الاخرى ليس في بصدد تسميتها او من مناطق اخرى اسيويه ركبت موجه اللجوء السوريه. الدول الاوروبيه قد ترحب بالسوريين بسبب اللون، بسبب الكفاءه
الكفاءة العلمية، الكفاءة، السوريين معروفين بأنهم مهنيا مؤهلين والمجتمعات الأوروبية بحاجة لهم، ولكن كونه ركب هذه الموجة العديد من الشعوب الأخرى لا يرغب الأوروبيين في استيعابها، ولا أقصد هنا لا أقصد اللاجئين السوريين ولا أقصد اللاجئين الفلسطينيين، وإنما المهاجرين أو لاجئين من دول آسيوية أخرى لا يرغب الأوروبيين كون هناك خلاف أو اختلاف حضاري ثقافي كبير بينها وبين الشعوب، أو هو حضارية، فبالتالي سيتم عملية تصفية اللاجئين وتصفية ملفاتهم ودراسة ملفاتهم وإعادة ما يمكن إعادته أو التهديد بإعادته حتى يعني أو العمل إعلاميا على حتى يتم على ذلك، حتى يتم الحد من نية اللاجئين أو المهاجرين القدوم إلى اليونان، لكنها مسألة معقدة ليست سهلة. دكتور عبد اللطيف، أنا أتوقع حتى في الأيام القادمة بسبب تحسن الجو قدوم موجات هائلة من اللاجئين إلى اليونان. دكتور عبد اللطيف، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات في جامعة كارديف البريطانية، شكرا جزيلا لك.